السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أيامكم وأياديكم بكل خير. فقرتنا الآن فقرة عالم الأسرة، وموضوعنا عن الخيانة والشذوذ. مركب. في بعض الحالات يكون الزوج شاذ وبشكل مثبت وخائن وعقيم. في هذه الحالة على المرأة أن تتأكد من الوضع الصحي الخاص بها من خلال التحليلات، التأكد من سلامتها من الأمراض الجنسية. ثم لابد من وقفة صارمة وجادة مع الزوج المنحرف فيما يتعلق بموضوع الشذوذ والخيانة وما إلى ذلك. في حال تهرب الزوج من الحلول العملية والعلمية لهذه المشكلة، تلجأ للأسرة، تلجأ للعاقل وليس فقط للأكبر. الأصل تروح لأبوها، لكن إذا كان هناك من هو أعقل من تلجأ إليه، لأنه في بعض الحالات يكون والد الزوجة يعني غير مؤهل لدخول مثل هذه النقاشات، فيفسد ولا يصلح. فيكون التدخل للمعالجة والإصلاح إن كان هناك إمكانية لهذه المعالجة بشكل سري وموزون، لأن الانفصال قد لا يكون حل في جميع الحالات، وأيضا الاستمرار قد لا يكون حل مناسب. لابد من الحكمة. لذلك يكون الأمر كالتالي: المستشار للعمليات الإجرائية والتخطيط، المفتي لتحقيق الحكم الشرعي، ولي الأمر لمباشرة الحالة. ولي الأمر هو المسؤول، سواء كان أب أو كان أخ أو وصي على الأسرة. ومن ثم توزن الأمور، هل هو خلع؟ هل هو طلاق؟ إيش المصلحة في الخلع وإيش المصلحة في الطلاق؟ عواقب وتأثيرات. وإذا كان الزواج سيستمر، سيستمر على أي شروط، على أي قواعد، على أي معايير، على أي مقاييس. ومن نعم الله على يعني بعض الحالات أن يكون ما فيه أبناء، يعني ما يكونون ضحية، لأن انفصال الزوجين مع وجود أبناء يعني يصنع مشكلة ترى أخرى، مشكلة إضافية. إذن المشاكل الكبرى، يعني مشكلة مثل مشكلة الانفصال، قرار مصيري زي هذا يحتاج إلى مستشار ولي أمر ومفتي. وفي بعض الحالات يلجأ إلى القضاء الشرعي، قاضي الأحوال الشخصية، لحسم الموضوع بشكل نهائي. وبهذا تكون المسألة ضبطت على علم، على معرفة، على بينة، على دليل، على حكم شرعي واضح. لأن بعض الحالات تنهي العلاقة الزوجية بفضائح واتهامات وتوترات ومشاكل لا تعد ولا تحصى.